السلام عليكم. بناء على طلب العام اليوم بدي أعمل نوع جديد من العلب الورقية. بيلزمني ورقة مربعة مثل هيدي تماما، بطويها بالنص، بملسها بوزن، برجع بفتحها كمان بطويها بالنص. برجع بفتحها وبتني كل زاوية بشكل يوصل طرفها للوسط بالشكل هيدا. بعمل كل الزوايا وبملسها بالوزن. برجع بتنيها بشكل يوصل الطرف للمنتصف بالشكل هيدا، للوسط تماما. بعمل الطرف الآخر برجع بفتحها، بعمل نفس الشيء للجهة التانية، بتني للوسط بعمل الطرف الآخر. برجع بفتحها بهالشكل هيدا وبفتح الأطراف وبتني الزاوية بهالشكل. شايفين هون كيف بتنيها بهالشكل؟ برجع بطويها بهالشكل هيدا. وبكسرها بعملها كسرة بالوزن. برجع بعمل الطرف الثاني بنفس الطريقة، بطوي كتير سهلة، بطوي هيك، برجع بطوي هيك، هيك بحصل على علبة كتير جميلة من كل النواحي، مرتبة ومشدودة، شكل هندسي جميل. هون عامل ألوان تانية، علب كتير حلوة. بتحطوها بالجارور لتنظموا أغراضكم، بتحطوا الأغراض الصغيرة كتير مثل الأزرار، مسامير، براغي، كتير حلوين. هون عامل عدة ألوان. اللي حلو إنه الأوراق اللي بتسجلوا عليها ملاحظاتكم أحجامها بتتطابق مع
أحجام العلب، فبتحطوهم كأرضية بنفس الوقت بتثبتوهم. شايفين كيف كتير حلوين الألوان تطلع. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم. إذا حابين تشاهدوا المزيد ضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء.